لو عايز تشتري حاجة في العالمين الجديدة، حاجة تبقى في سعر مناسب جدا وأطول فترة سداد، أنا أرشح لك بشدة دلوقتي زهرة العالمين الجديدة من معمار المرشدي. زهرة العالمين دي جنب هاسيندا على طول، وفي تقسيم داخل العالمين الجديدة، وبداية التسليم بتاعهم في مايو 2024. أول زون عندهم هتتسلم فعلا في مايو 2024، والبنى دلوقتي خلاص على أرض الواقع، وعندهم مساحات جميلة جدا وعارفين يستغلوا المساحات. يعني عندك شاليه يبقى 60 متر مكون من غرفتين، وعندك شاليه 75 متر مكون من 3 غرف، وطبعا عندهم مساحات كتير جدا ممكن تختار اللي يناسبك، وعندهم طرق سداد كتير جدا. وزهرة العالمين الجديدة عموما بتبدأ من 5% ده المقدم، والقسط بيوصل لـ 7 سنين بدون فوائد. فأفضل وقت دلوقتي هو شراء العالمين الجديدة، إن الأسعار بتزيد كل يوم عن اللي قبله، وكمان مجرد ما العالمين الجديدة نفسها والأبراج في العالمين الجديدة تشتغل، وبالفعل دلوقتي في مهرجان العالمين الجديدة، فبالتالي الأنظار بتبدأ تروح لهناك أكتر، فالطلب بيزيد على هناك. وبالنسبة للأسعار فعندهم الأسعار بتبدأ من 1,800,000، وزي ما قلت لك بيبقى مقدم 5% وقسط على 7 سنين. فانت لو بتفكر ان انت تحجز وحده ليك في العالمين الجديده، او عايز تعرف تفاصيل اكتر عن زهره معمار المرشدي، هسيب لك لينك في الوصف وفي اول تعليق، خش عليه وسجل بياناتك، وهيتم التواصل معاك حد من معمار المرشدي في اسرع وقت.